معانا في الساعه اللي ما قبل المباراه. عندي النهارده ثلاثه من النجوم الكبار، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، وكابتن اسامه حسني. هنتكلم معاهم في هذا الامر. ثلاثي في وسط الملعب النهارده، طريقه مختلفه شويه. هل سيستطيع او هو عايز يحافظ وبعد كده الشوط الثاني يغير؟ كلام كتير جدا هنتكلم في الناحيه الفنيه. طيب، عايزين انت حضرته، اتفضل. خلينا نروح لتشكيل المباراه، يعني على اللوحه او على هنحطه لحضراتكم حالا. مع امام حضراتكم الشناوي، ايمن اشرف، وسعد سمير، علي معلول، ومحمد هاني، احمد فتحي، وعمرو السوليه، ومن امامهم كريم نيدفيد، واجايي، ورمضان صبحي، مروان محسن. بالمناسبه ممكن تكون الطريقه بهذا الشكل، ممكن يكون بالفعل رمضان كريم نيدفيد هو اللي ما بين رمضان صبحي وجونيور اجايي، ممكن يكون احمد فتحي هو اللي في الوسط، وعمرو السوليه ناحيه الشمال، وكريم نيدفيد ناحيه اليمين، وثلاثي امامي فقط. هنشوف يعني ارض الملعب هتبين لنا اشياء كثيره جدا، لكن هو من المفترض ان عمرو السوليه واحمد فتحي وكريم نيدفيد هذا الثلاثي بيكون ثلاثي في وسط الملعب. زي ما قلت لكم ممكن جدا نبقى كريم نيدفيد في هذا الشكل او في هذا الموقع النهارده، ان هو بيلعب ما بين رمضان صبحي وما بين اجايي. ممكن يكون كريم نيدفيد واحمد فتحي الاثنين في وسط الملعب، وعمرو السوليه هو اللي في الامام بيلعب مكان ناصر ماهر. هو مريح ناصر ماهر النهارده، وبالتالي ده هنشوفه في ارض الملعب. وهنسال برضو نجومنا الكبار عن هذه التشكيله ورؤيتهم في هذه التشكيله. طيب، ايه الطموحات اللي داخل بيها النادي الاهلي؟ الطموحات اللي داخل بيها النادي الاهلي النهارده هي طموحات الفوز، الفوز دائما من النادي الاهلي. وامبارح الحقيقه انا بشكركم جدا جدا على ردود الافعال كالعاده، الحقيقه دايما واقفين في ظهر قناتكم، واقفين في ظهر برامج القناه الحقيقه كلها بالكامل، فانا بشكركم جدا على حلقه امس امبارح كانت مع